أفادت وزارة الدفاع الأفغانية أن أكبر مستشفى عسكري في العاصمة كابول تعرض لهجوم من قبل 3 إلى 5 مسلحين متنكرين بزي أطباء وممرضين ويحملون رشاشات وقنابل. وزارة الصحة الأفغانية أعلنت عن حصيلة أولية للضحايا قدرت بقتلين على الأقل 12 شخصا مصابين بجروح. عبد القادر من الكادر الطبي قال: كنت في غرفة العمليات عندما دخل انتحاري يرتدي زي الأطباء الأبيض وفتح النار فسقطت أرضا، وقد تمكن من إصابة زملائي، وأنا نجحت بالفرار من المخرج الخلفي الذي تغطيه الأسلاك الشائكة. وكالة أعماق التابعة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية قالت إن انغماسيين تابعين للتنظيم نفذوا الهجوم. قد أرسلت وزارة الدفاع الأفغانية تعزيزات إلى المستشفى، وقالت إن عملياتها العسكرية ما تزال جارية لأن عددا من المهاجمين المسلحين متحصنون داخل المبنى.